بلدي في كل بسمة فوق شفايف ولدي بلدي. احتفالا بالذكرى 71 لثورة 23 من يوليو عام 1952 ومرور 10 سنوات على ثورة 30 من يونيو 2013 والتي تأتي ضمن احتفالات وزارة الثقافة بالأعياد والمناسبات الوطنية، أقام قطاع شؤون الانتاج الثقافي ملتقى الهناجر الثقافي بعنوان يوليو 52 ويونيو 2013 نظرة على مصر بمركز الهناجر للفنون. واحنا بنتكلم على ثورة 23 يوليو فهي نتاج لتعاون وتضافر الجهود بين الجيش وبين الشعب، وبنفس المنطق ثورة 30 يونيو وتضافر الجهود بين الجيش وبين الشعب. بس تلاقي حضرتك ايضا في اختلاف شوية، يعني في ثورة 23 يوليو الجيش هو اللي بدأ وانضم اليه الشعب، في ثورة 30 يونيو الشعب هو اللي بدأ وأيدوا الجيش. إنما في الحالتين ما يمكن أن نجد من عوامل التشابه هو أن الجيش والشعب معا، والجيش والشعب معا يستطيعوا القيام بإنجاح الثورة ويستطيعوا القيام بإنجاح التنمية. تعتبر 30 يونيو 2013 هي تصحيح مسار الحركة الوطنية والنضال الوطني والمطالب المشروعة للشعب المصري، فهذه تكمل تلك. وأعود أيضا إلى ما بدأت به، لو لم تكن ثورة يوليو 52 ما حصل التحول في الجمهورية وما حصلت 30 يونيو 2013. وأكد الدكتور ناهد عبد الحميد مدير ومؤسس ملتقى الهناجر على كم الزخم الثقافي والموروث الثقافي الذي ورثته هاتين الثورتين اللتين غيرتا ملامح الحياة السياسية والاجتماعية في مصر والعالم العربي. النهارده بنحتفل بالذكرى 71 لثورة يوليو 53، وبنحتفل كمان بالعام الخامس بعد المئة لميلاد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وبنحتفل بالذكرى العاشرة لثورة يونيو المجيدة، ثورة يونيو اللي هي امتداد لثورة 23 يوليو 52. الحقيقة ما بينهم وبين بعض في يعني اختلافات، وفي طبعا تشابه وفي ترابط ما بين الثورتين، يعني تقريبا كل الأهداف اللي كانت بتنادي بيها ثورة يوليو 52 هي نفس الأهداف اللي احنا بننادي بيها في 30 يونيو. وعلى هامش الملتقى قدمت فرقة كنوز بقيادة فنان محمود درويش فاصلا طربيا من الأغاني التراثية والوطنية، والتي أعادت بالحضور لذكريات الثورتين المجيدتين. وتتواصل الاحتفالات بالذكرى 71 لذكرى ثورة 23 من يوليو عام 1952، تلك الثورة الأم التي لولاها ما كانت الجمهورية ولا ثورة يونيو التي أحدثت تصحيحا وحركا سياسيا واجتماعيا على المسار المحلي والدولي والعربي. من داخل مركز الهناجر، عبد الحميد صقر، النيل.